الرحمن عم عبد الرحمن. الله أكبر. هو الله تنفسي، استمري، ركزي. اسمي آهين. رشا. تغريد. أنا اسمي وفاء. أنا اسمي نور. وأنا اسمي هلال. أنا من سنجار. من الموصل. من سوريا. من سوريا. من سوريا. من الموصل. من 11 اجي كان عمري 7 سنوات. كنت اشعر بالخوف. بعدين على مود نزحنا وكان يعني ما عندنا اي شيء. أني صار لي تقريبا حط 10 سنوات أني بالكام. هيا مو كلش سهلة خصوصا بالكام. بالنسبة للبنية كلش ظلم عليها إنه ما تأخذ حريتها. أهلها إنه ما يخلوها تشارك بهذا الفريق على مود العالم كلها تحكي، فيقصون عليها بهالظروف إنه ما يخلوها تطلع وتشوف حريتها، إنه من ناحية العالم تحكي والعادات والتقاليد. من الصادف طلعت، فقررت إنه أشارك بفريق فريتوران، أتعرف على بيئات مختلفة، أتعرف على صديقات، أغامر، نروح نركض نشوف الأماكن. احنا فريقنا مسميه عائلة فريتوران. اي حلو انه البنية تفرض حريتها وانه تطلع تروح تجي ويا صديقاتها. يلا هيدا انا اكون وياهم ايج اشجع و كان شغلة امن اروح وياهم. هيج احس يعني انه نفسي كلها تغيرت ويظل عندي حماس بكتها. الله متنا. انا يعني الجروب بالنسبه لي كل شيء في حياتي. تأني، ابطئي، كوني قويه.